ما حكم الدين في امرأة حجت حجة كاملة مستوفية الأركان والواجبات إلا أنها عند رمي الجمرات جمعت الجمرات ووكلت زوجها أن يرميها بدلا عنها، وذلك لصعوبة الوصول إلى مكان الرجم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا لعذر صعوبة الوصول، أنها لا تستطيع الذهاب لكبر سنها أو لمرضها أو لضعفها أو يكون معها أولاد صغار تحافظ عليهم، هذا عذر شرعي لها أن توكل، وإذا رمى عنها الوكيل على الوجه المشروع أجزاء ذلك والحمد لله. أما إذا كان التوكيل لغير عذر فإنه لا يعتد به، لأنه يجب على الحاج أن يباشر الرمي بنفسه إلا إذا كان معذورا فإنه يوكل. ما ذكرته السائلة من أن تركت الرمي ووكلت زوجها لأن الطريق يشق عليها، هل عذر شرعي؟ والوكالة صحيحة إن شاء الله. نعم.